في أحد الغابات الهادية والمعزولة داخل صياد بيطارد الأسطورة الخاصة بالغابة، وهي عبارة عن 7 أشخاص ما بيتكلموش وبيعانوا من ضعف الذكاء وعانوا من مضايقات من الناس بسبب حبهم الشديد للحيوانات، وبعدوا عن البشر واتجهوا للغابة وتنكروا في أزياء الحيوانات اللي بيحبوها، ومنهم الذئب الأبيض وهو القائد والذئب الأحمر أخوه المساعد، وفيهم أرنب وكلب وكنغر ودب واسد. بعدوا كلهم عن البشر اللي بيأذوهم، ولكن البشر مش هيسيبوهم في حالهم، وسمع الصياد اصوات حواليه وهدفه هو القضاء على المقنعين اللطفاء لانه مؤمن انهم شياطين. ولقى الذئب الاحمر اللطيف وهو بيشرب مية عادي وحاسس بالامان، والصياد شافه وضرب الذئب الاحمر بالنار وقتله. ومش بس كده، ده كمان رايح يمسك جثة الذئب عشان يفتخر بنفسه، ولكنه مش هيخرج من هنا حي لان الذئب ليه اصدقاء هينتقموا من الصياد عشانه. والصياد اللي الحل عليه وهو بيجري من الكائنات الاليفة وحاول يستخبى فوق الشجرة في بيته، ولكنهم هجموا عليه وقتلوه للانتقام للذئب الاحمر. وتاني يوم الصبح بيوصل جاك ومادي لنفس الغابة ولقوا دم من الصياد وحسوا بالقلق، واكيد الدم ده هو لاحد الحيوانات، ولكنهم مهتموش ومستنيين باقي اصدقائهم. ووصل مارك وحبيبته هانا ومعهم جيسيكا، وناقصهم بس صديقهم برايان اللي هيوصل في اي وقت، وهم هنا في الغابة عشان يصوروا فيلم رعب قصير. وكلهم حاسين بالامان هنا، ولكن جيسيكا مش مرتاحة وحاسة انه في حد مراقبهم من الغابة. ولقت برايان اللي خضها وهو متنكر في زي الوحش، ومستعدين لتصوير الفيلم، ومادي مش مهتمة وهي هنا في فسحة، والشباب بيستغلوا وقت النهار وبيصوروا الوحش برايان وبيتمنوا انهم يحصلوا على جوائز كتيرة من الفيلم ده، وكلهم مستمتعين وبيضحكوا وحاسين بالامان والسعادة. حتى جيسيكا اطمنت خلاص والغابة دي جميلة، والليل حل عليهم وخلصوا نص مشاهد تصوير الفيلم ودلوقتي هيرتاح وهيكملوا بكرة الصبح. ولكن هانا نادت على الشباب لانها شافت ناس تانيين مخيمين في الغابة، واستخدم جاك الكاميرا واستغرب لما شاف الارنب اللطيف والكنجر الجميل وهما بيرقصوا عادي وعاملين حفلة مع الكلب والذئب والدب والاسد، وبيحاولوا ينسوا اللي حصل لصديقهم الذئب الاحمر، وهما هنا في امان وما بيأذوش الا اللي بيأذيهم. واول لما شافوا الشباب جريوا بسرعة واستخبوا في الخيم لانهم طبعا ما بيحبوش البشر لانهم بيأذوهم. ولكن جاك هيغير كل حاجة هيعملوها في الغابة، وبما انه هو المخرج فهيحول فيلم الرعب لفيلم وثائقي، وهيصور البشر المتنكرين في اقنعة الحيوانات الاليفة. ومشكلة الشباب انهم حاسين ان في حد مراقبهم من الغابة، وطمنهم مارك انه هيحرسهم وهم نايمين لحمايتهم، ولكن الاول هيروح يجيب خشب عشان النار. ومارك لقى الخشب وهيرجع للشباب، ولكنه شاف الدب اللطيف وهو مراقبه، ولكن الدب استخبى بسرعة وحس مارك بالقلق. ولكن الدب هو ألطف واحد في كل أصدقائه، وهو بس عايز يلعب مع مارك لأنه لسه بيحب البشر، وبسبب طبيعة الدب الطيبة فهو مش قادر يكرههم. ومشي مارك والليل اشتد عليه وتعب من كتر الحراسة، ونام ومعه مسدسه، ولكنه صحي لما سمع صوت غريب. وفجأة كل الشباب سمعوا صوت ضرب نار، واكتشفوا إن مارك قتل الرجل المتنكر في زي الدب، وهو حاول يخض مارك ويلعب معاه مش اكتر، ولكنه اتقتل. والشباب لازم يخفوا الجريمة دي، ولكنهم مش عارفين الكارثة اللي عملوها، وخدوا الجثة ورموها في البحر وحسوا انهم كده في امان. ولكن الذئب القائد لقى جثة الدب وزهق وتعب من البشر اللي لسه واحد منهم قتل اخوه الذئب الاحمر امبارح، والغضب والانتقام سيطر عليه، وهو والارنب والكنجر والكلب والاسد هينتقموا من كل الشباب وهيتحولوا لسفاحين، اي حد بيدخل الغابة هيقتلوه. والنهار حل على الشباب، وبسبب جريمة القتل هيكملوا الفيلم عادي ومش هيوثقوا الكائنات اللطيفة، وهيحاولوا يخلصوا بسرعة ويمشوا من هنا. ومارك دايما معاه سلاحه لانه متوقع ان اصدقاء الدب هيظهروا في اي وقت،
وكلهم متهمين مارك ان هو السبب لو اي حاجة وحشة هتحصل لهم. وفجأة سمعوا اصوات غريبة حواليهم وشافوا الذئب الابيض القائد وهو بيسلم عليهم، وراحت مادي عادي وسلمت عليه، ولكن حس مارك بالقلق ولازم كلهم يمشوا من هنا بسرعة ويوصلوا للعربية ويهربوا من الغابة. والليل حل عليهم واكتشف جاك ان مفاتيح العربية اختفت، وهم كده محاصرين في الغابة والكائنات الاليفة هتصطادهم بسهولة، ولازم ما يفترقوش عن بعض. ولكن جيسيكا مش مهتمة وهتروح تدور على حمام، وهي في الغابة بتحاول تلاقي شبكة تليفون ولكن فشلت، وسمعت صوت حواليها وحست انه مقلب من صحابها، وطبعا بما انها لوحدها فهي في خطر كبير، والذئب الابيض هجم عليها وقتلها. والشباب بيفكروا انهم يمشوا على رجليهم ويخرجوا من هنا، ولكنهم مش هيعملوا كده الا لما ترجع لهم جيسيكا، وهيروح برايان وهانا يدوروا عليها لانها اتأخرت جدا. والشباب كلهم خايفين، ولقى برايان وهانا ملابس جيسيكا وكمان لقوها مرمية في البحر زي ما الشباب دول عملوا مع الدب. وسمع مارك وجاك صوت غريب حواليهم، وراح جاك للعربية وشغل الكشافات. ولقوا الكائنات اللطيفة وضرب مارك الكنجر بالنار وقتلوا، وكلهم اتضايقوا اكتر وهينتقموا منه. وجاك حابس نفسه في العربية وبيحاول يكلم الشرطة، ولكنه بس بيسمع اصوات ضحكات الكائنات اللطيفة من التليفون. ولقى جاك المفاتيح مع الذئب القائد، وطبعا مش هيقدر يخرج من العربية لانهم هيقتلوه، والذئب هيسيب الارنب لمحاصرة جاك ومهتمش بمارك اللي هرب. ومادي في الخيمة بتاعتها وبتشرب كتير ومش واخدة بالها باللي بيحصل حواليها، والذئب ضربها وولع في خيمتها وقتلها للانتقام للدب والكنجر اصدقائه اللطفاء. ولكن لاحظ الذئب ان الاسد اختفى، ومشكلة الاسد انه ضعيف. وهانا وبراين لقوا مارك وصل لهم وقال لهم على اللي السفاحين عملوه، ولازم يستخبوا ويحاولوا يهربوا من هنا بهدوء، ولكنهم حاسين بالكائنات الاليفة انها حواليهم ومراقباهم. وفجأة لقوا الكلب ظهر، وحاول يهجم عليهم ولكنهم هربوا. ومهتمش الكلب لانه عايز يخوفهم، وكده كده مش هيخرجوا من الغابة وهيموتوا هنا. وبالنسبة للأسد فهو في الغابة مش قادر يشيل المطرقة التقيلة عليه، ووقع وراسه اتخبطت ومات، وكده مش فاضل غير السفاح الذئب والأرنب والكلب. ومارك بيحاول يضرب نار على السفاحين ولكنه مش شايفهم كويس، ورصاص سلاحه خلص، والسفاح الأرنب سمع صوت ضرب النار وهيسيب عربية جاك وهيشارك في المعركة لانه طبعا سريع وقوي. والذئب امرهم انهم يخوفوا الشباب الفاسدين دول، بعد كده هيقتلوهم. وافترق مارك عن الشباب وبينادي على السفاحين وقال لهم ان هو اللي قتل الكنجر والدب، ولازم السفاحين يتبعوا مارك ويسيبوا اصدقائه. ونزل جاك من العربية، وحله الوحيد هو انه يتنكر في زي الكنجر الميت ويخفي الجثة، وهيمثل انه رجع للحياة في زي الكنجر، وهيضلل السفاحين وهيحاول ياخد مفاتيح العربية ويهرب. ومارك لقى الذئب وسلاحه مش هيساعده لانه بدون رصاص، والذئب عمال بيضربه وبيعذب فيه. وحس جاك ان السفاحين مقربين عليه، وفرحوا جدا لما لقوا الكنجر لسه حي، ولكنهم اتضايقوا لما لقوا جاك مش في العربية، وجاك بيقلد صوت الكنجر عشان ما يشكوش فيه. والذئب اداله الكاميرا عشان يصوروا انتقامهم من الشباب في الغابة، ومعهم مارك والذئب مكمل تعذيب فيه. وجاك نفسه انه يساعد مارك ولكنه طبعا مش هيقدر، الكائنات اللطيفة بسبب الانتقام تحولوا لسفاحين مرعبين وقتلوا مارك، ولسه انتقامهم لم يهدأ وهيطردوا الباقيين. وهانا وبراين ماشيين في الغابة لقوا مخزن قديم وهيستخبوا فيه، وبراين بيحاول يطمن هانا انهم هيخرجوا من الغابة دي احياء وهيكونوا في امان، ولكن الاول لازم يستخبوا هنا لحد الصبح. وفجأة لقوا مادي ظهرت اللي جريت على اخر لحظة قبل ما الخيمة تولع، وشافت السفاحين المجانين وحاسة انهم عليها في كل مكان ومش هيعرفوا يحاربوهم، حتى مش عارفين يكلموا الشرطة. والذئب مع اصدقائه بيدوروا عليهم عشان يقتلوهم، والشباب مستخبيين. فجأة ظهر السفاح الارنب جنب هانا وحاول يمسكها، وبراين ومادي خافوا ومش هيعرفوا يساعدوها وخرجوا برا المخزن، وقفلوا كمان الباب عليها بالسلاسل لانهم فاكرين ان هانا خلاص ماتت. وجاك شايفهم ومش قادر يساعدهم، وهانا قلعت الجاكيت واتحررت من ايد السفاح وحاولت تخرج من المكان، ولكن الباب
الباب مقفول بالسلاسل بسبب برايان، وسمع جاك صوت صراخها ونجحت انها تهرب من المخزن، واستغربت لما لقت السفاحين عادي سابوها ومشيوا، وده لان الارنب لوحده هيلعب معاها. وجاك بيصوره والارنب قتل هانا وهو فرحان، ومش باقي غير مادي وبراين وجاك المتنكر في زي الكنجر. ولقى جاك ان الذئب ظهر ومش مطمن لان الذئب شاكك ان الكنجر فيه حاجه مختلفه، ولكن الذئب بسبب تقليد جاك لصوت الكنجر فسابه ومشي. وشاف جاك مفاتيح العربيه في ديل الكلب وهيتبعه بكل هدوء عشان يحصل على المفاتيح ويهرب من الغابه المجنونه دي. والكلب عمال بيرقص مع جاك وجاك مستحمله بس عشان يحصل على المفاتيح، وقدر جاك انه ياخد المفاتيح ومحدش حس بيه وضللهم وسابهم وجري. والكلب حاسس ان الكنجر عنده خطه للقبض على الشباب، ولقى براين ومادي جثه مارك ولازم يدوروا على مكان امن يستخبوا فيه. وبراين ومادي وهم ماشيين بتحاول مادي تكلم الشرطه، ولكن كالعاده بتسمع صوت ضحكات السفاحين. لانهم عندهم صديق ليهم في اسم الشرطه بيساعدهم، ولقوا السفاحين ظهروا وجريوا بسرعه والسفاحين مستمتعين بخوفهم. وهم بيجروا لقى براين بيت السفاحين اللي عايشين فيه، وهو ومادي استخبوا فيه وقفلوا على نفسهم. ووصل جاك الكنجر للعربيه وهرب بسرعه من الغابه المرعبه ومهتمش ببراين ومادي، والمهم ان هو اللي يخرج بس حي من الغابه. ولقى براين ومادي زي الدب اللي مارك قتله، والسفاحين معلقينه للذكرى وحاسين بالحزن الشديد على صديقهم. وجاك ماشي بالعربية شاف الذئب والأرنب والكلب، وهيدوس الذئب القائد بالعربية وهيقتله للانتقام لكل أصدقائه، ولكن الكلب تدخل وزق الذئب وأنقذه. وجاك داس عليه وقتله وهرب بسرعة من الغابة، وكده مش فاضل غير الذئب والأرنب، والغضب زاد عندهم وما كانش الذئب واثق في جاك الكنجر من الأول. ومادي وبراين مستخبيين وقافلين كل الشبابيك والأبواب عليهم ومستنيين الصبح يحل، لانهم فاكرين انهم هيكونوا في امان. وفيه مسدس وقع وما خدوش بالهم منه، والارنب بيحاول يدخل للبيت، ولكن شاف براين المسدس وخده وحاول يضربهم بالنار ولكنه فشل. والذئب والارنب مشيوا، وده بيتهم وعندهم مداخل خاصه بيهم للدخول للبيت. وجاك ماشي بالعربيه حس بالقلق على براين ومادي، وقرر انه يرجع للغابه وينقذهم ويقتل السفاحين وينتقم لاصدقائه. والذئب دخل للبيت، ولما حاول براين يضربه بالنار ظهر الأرنب بالمنشار. وهاجم على براين وقتله، ولما حاول الذئب يهجم على مادي خدت المسدس اللي وقع من براين وضربته بالنار، ولكن الرصاصه الاولى جت في السفاح الارنب وقتلته، والرصاصه الثانيه جت في الذئب السفاح واصابته ولكنها ما قتلتهوش. ورصاص المسدس خلص خلاص، ولما راح الذئب عشان يقتلها ظهر جاك الكنجر وحارب السفاح الذئب، والذئب بسبب اصابته مش قادر يقاوم الكنجر جاك. وجاك خد من الذئب ديله وعمال يتريق عليه ومستغل لانه ضعيف ومصاب، ولقى جاك في زي الكنجر قفازات للملاكمه وهيضرب السفاح الارنب وهيعذبه اكتر. ومادي مش مهتمه لانها مش عارفه ان جاك هو الكنجر، وهربت وركبت العربيه عشان تخرج من الغابه. واتضايق جاك لما سمع صوت العربيه لانه المفروض انها تستناه لانه اصلا رجع عشان ينقذها، والمفروض انهم كانوا يمشوا مع بعض، ولكن الذئب استغل تشتت الكنجر جاك وبالسكينه قطع له ايده وقتله. وتتبع الذئب عربية مادي ولكنه فشل انه يقبض عليها، والصبح خلاص بيحل، والذئب هو الوحيد اللي نجا من اصدقائه زي مادي بالضبط، الوحيدة اللي نجت من اصدقائها، واكيد هتكلم الشرطة وهيدوروا عليه في الغابة، وهو لازم ينتقل لغابة جديدة ويدور على اصدقاء تانيين. وراح السفاح لمتجر ملابس تنكرية وبيحاول يدور على قناع جديد يتنكر بيه وهيبعد برضه عن البشر وهيعيش في الغابة. والسفاح بيدور لقى قناع الذئب الحيوان المفضل ليه، والقناع جديد ولسه لم يمتلئ بالدم، والسفاح اي حد هيضايقه او هيأذيه السفاح الذئب هيخلص عليه فورا وبدون رحمة. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، وفي الوصف هسيب لكم طبعا روابط لافلام السفاحين المتنكرين في اقنعة الكائنات الاليفة.